السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل زمان وفي كل مكان. الحمد لله، ده يكون التحدي الثالث اللي أنا هخوضه في خلال الـ60 يوم اللي فاتوا من أجل أفريقيا في يوم عرفة، عشان نتذكر إن إحنا لن نستطيع أن نقوم بفريضة الحج في هذا العام. فأنا همشي في هذا اليوم من أجل مشاريع أفريقيا، وكونوا معنا وأنا بتحدى فيه الشباب. الأمر مش أمر جمع مال فقط، الأمر أمر الخروج عن المألوف والخروج عن المعتاد من أجل أن ندعم الناس في أفريقيا. السلام عليكم، أنا أرين وأنا أمشي مع دكتور هاني علشان أفريقيا. مين هيجي معانا؟